البياني عشان ترسم منحنى افضل اللي بيبين علاقه بين الكميه المطلوبه والسعر. واحد يقول لي واحنا في الامتحان في رسم بياني؟ لا مفيش رسم بياني. امال في ايه؟ في نقطتين. زمان قوي قبل ما تودوا لما كنا بندرس الطلب كنا بنقول للطالب ارسم منحنى الطلب خلاص هو عارف ما يرسمه. لكن في الامتحانات الحاليه سؤال صح ولا غلط؟ احنا بنهتم بحاجتين تكون عارفها. اولا شكل المنحنى كنا بنعمله زي ما انت مرسمه ولا لا انت توصفه انت هتشوفه عندك ولا في المحاضره في الكتاب بس في الاخر هتوصفه. فمهم جدا قصه الوصف لانك مش هترسم. وزمان لما كنا نقول ارسم منحنى الطلب وارسمه ويروح كويس قوي كتر خير. لكن طالما ما فيش رسم يبقى لازم في وصف. فانا بوصف المنحنى. الحاجه الثانيه لازم اتكلم على تحليل هذا المنحنى. هو شكله كده عامل ازاي؟ ليه ما خدش شكل ثاني غير الشكل اللي هو عليه؟ فالرسم الثاني افكركم بيه هو عباره عن محورين، محور افقي ومحور رأسي. المحور الافقي بحط عليه جنيه والمحور الرأسي بحط عليه السقف. في الرسم البياني لما برسم خط مستقيم بهذا الشكل بيقول عليه ده منحنى ميله موجب يتزايد من اسفل الى اعلى كاتبين. ده بقى كله منحنى طلب منحنى تاني ماليش دعوه. هو الشكل ده لما يترسم يبقى اسمه منحنى ميله موجب يتزايد من اسفل الى اعلى كاتبين. طب افرض رسمته بالشكل ده تمام؟ منحنى ميل سالب يتناقص من اعلى الى اسفل جهتين. فده اسمه الوصف. طب الطلب وصفه ايه؟ سالب. الطلب وصفه سالب. ليه سالب؟ الاول الوصف نخلصه الاول اقوله تاني عشان بعدين نقول ليه. المنحنى ده اسمه منحنى الطلب. بنوصفه بنقول منحنى ميله سالب يتناقص من اعلى الى اسفل جهه اليمين. يعني ممكن يبقى السؤال هو الوصف بس. اقول لك منحنى الطلب منحنى ميله سالب يتناقص من اعلى لاسفل جهه اليمين، صح ولا غلط؟ دي نقطه. طب النقطه الثانيه ايه السبب؟ ايه اللي بيخلي منحنى الطلب ميله سالب؟ تمام. السبب هو العلاقه العكسيه بين السعر والكميه المطلوبه. كل ما واحد يزيد الثاني انا عندي النقطه الف كميه هنسميها كف واحد وفي سعر هنسميه سين واحد. طب لما السعر يعلى ويبقى عند ب سين اتنين كميه يحصل لها ايه؟ تقل وتبقى كاف اتنين عشان في نقطه الصفر. فلما الكميه تروح للصفر تبقى بتنقص. لما السعر يطلع لفوق يبقى بيزيد. فلما انتقل من الف ل ب السعر يزيد والكميه تنقص. لما انتقل من ب لألف السعر يقل والكميه تزيد. دي العلاقه العكسيه بين السعر والكميه المطلوبه. طيب لحد هنا اثبتنا العلاقه العكسيه مع ثلاث العوامل الاخرى. ايه بقى العوامل الاخرى اللي ممكن تاثر في الطلب حتى لو كان السعر ثابت؟ فبنسميها عوامل
ثمن السلعة ثابت والطلب عليها زاد. ثمن السلعة قل والطلب عليها فضل زي ما هو. حصل أي حاجة مختلفة عن العلاقة الأصلية ده بيرجع لإيه؟ يرجع لثلاث متغيرات أخرى ممكن تأثر على الكمية رغم إن سعر السلعة لا زاد ولا واحد. دخل المستهلك، لما دخل المستهلك يزيد الطلب على السلعة يزيد، لما دخل المستهلك يقل طلب على السلعة يقل. علاقة طردية بين الدخل وبين الطلب وبين الشراء. يبقى السعر ثابت، كان بيشتري 5 كيلو لحمة في الشهر ولا 4 كيلو لحمة في الشهر ممكن يشتري 5 أو 6، رغم إن السعر ثابت ما بيقلبش العلاقة بين السعر والكمية. ده عامل كده. 2 زوج المستهلك، المستهلك بيحب الرز وبياكل كل أسبوع رز، زهق من الرز راح اشترى مكرونة، سعر الرز ما غلاش وقل طلبه على السلعة رغم إن سعرها ثابت، وزود طلبه على المكرونة رغم إن سعرها برضه ثابت. فذوق المستهلك ممكن يخلي الكمية المطلوبة تزيد أو تقل مع ثبات الدخل. دخل المستهلك ممكن الطلب على السلعة يزيد أو يقل بسبب دخل المستهلك. 3 أسعار السلع الأخرى تأثر في شراء السلعة اللي أنت بتستخدمها رغم إن سعرها ثابت. عندنا سلع سلع بديلة وسلع مكملة وسلع مستقلة. لما سعر البن بيزيد الطلب على الشاي بيحصل له ايه؟ تمام. لما سعر البن بيزيد الطلب على الشاي البديل بيزيد رغم ان سعر الشاي مغيرش، بس الناس هتسيب البن وتزود شربان الشاي. فهنا السلع البديله لما سعرها يزيد الطلب على السلعه يزيد من غير ما الاسعار تتغير. نعم. احتياجها بيروح على ايه؟ في المرونه ايه اللي ممكن يتغير وايه اللي متغيرش؟ ده بيتكلم بصفه عامه. لما يبقى عندي بديلين السلعه مستقله بن وشاي او لا، ده موضوع تاني. موضوع تاني هندرسه في المرونه. لما سعر السلعه بيزيد بنقلل منه وقتها وبنقللش. بس لما يكون عندي بنت بديل ومقتنع انه بديل يبقى هتبني لي البديل الارخص. فهنا كل ما زاد سعر البن كل ما زاد الطلب على الشاي، يعني زادت كميه الشاي رغم ثبات سعر الشاي اللي سعره زاد هو البن. لكن الشاي اللي احنا بنتكلم عنها هي الشاي. فالشاي بيزيد الطلب عليه رغم ان سعره ثابت نتيجه لارتفاع سعر السلعه البديله. والعكس صحيح. لما سعر السلعه البديله يرخص الطلب على السلعه الاولى يقل. لما سعر اللحوم تزيد الطلب على الدواجن هيزيد. طيب العكس، لو سعر الدواجن قل يبقى الطلب على اللحمه اللحوم هيحصل لها ايه؟ تقل. عشان خلاص هلاقي الفراخ ارخص جدا فانتقل. طب لما انتقل من اللحوم للدواجن دي علاقه عكسيه ولا ترضيه؟ ترضيه. لما يقل شيء ويقل اللي بعده يكون علاقه ترضيه، لما يزيد شيء ويزيد اللي بعده علاقه ترضيه.
يعني لما الثمن البني يزيد فالطلب على الشيء يزيد الاثنين زاد تبقى علاقه طرديه. طيب لما الثمن الشيء قل الثمن الشيء المره دي هو الان الطلب على البن يحصل له ايه؟ يعني الشاي مش بس ثابت ده الشاي قل ثمن الشاي بيقل الطلب على البن يقل هنا يقل هنا يقل يبقى علاقه طرديه عشان ما تتلخبطش مش لما يزيدوا الاثنين تبقى طرديه ولما يقلوا الاثنين تبقى عكسيه لا لما يزيدوا الاثنين تبقى طرديه ولما يقلوا الاثنين تبقى طرديه النقصان او في زياده طيب نيجي للسلع المكمله السياره والبنزين التلفزيون والكهرباء الشاي والسكر دي اسمها سلع مكمله بتاخد ده مع ده بتاخدهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت لما اقول سعر البنزين بيزيد الطلب على السيارات بيحصل له ايه؟ يقل علاقه عكسيه لانه زي ما يقل البنزين مش هتقل سعره لما اقول لما سعر الشاي بيزيد الطلب على السكر بيقل لان الشاي هيقل وبالتالي السكر هيقل وهكذا فالسلع مكمله لما سعر واحده منهم بتزيد الطلب على الثانيه بيقل ليه لانهم بيقلوا مع بعض سعر الشاي زاد فانت تقلل من الشاي وهتقلل من السكر سعر السكر زاد تقلل من السكر وهتضطر تقلل من الشاي وهكذا السلع المستقله بقى سلع لا تؤثر على بعضها البعض سلع ما تأثرش على بعض يعني ارتفاع سعر سلع وليكن أرز ما يأثرش على البنزين ما مش علاقة بالبنزين ولكن طب الطلب على البنزين حصل له ما مش علاقة دي حاجة وتحت سلع مستقلة تماما ما لهاش علاقة فدي العوامل الأخرى اللي بتتدخل أو بتتدخل في تحديد الكمية المطلوبة من السلعة حتى مع ثبات سعرها. عايزين نرسم إيه اللي بيحصل لمنحنى الطلب لما يبقى السعر ثابت والعوامل الأخرى هي اللي بتتغير. إحنا رسمنا هنا سعر بيتغير والكمية بتتغير مع بعض الاثنين. طيب العوامل دي لما تغير في الكمية المطلوبة وسعرها ثابت يبقى شكل المنحنى ازاي؟ ده منحنى الطلب النقطة ألف بتحدد السعر س واحد وتحدد الكمية تحت كف واحد احنا واقفين عند كمية مطلوبة قصاد سعر السعر فضل ثابت بس العوامل الثلاثة اللي قدام اتغيروا ايه اللي يحصل؟ دخل المستهلك زاد السعر ثابت وعايزين نزود الكمية لأن ربنا فتح عليه ودخله زاد ازاي نزود الكمية من غير ما نغير السعر؟ هنا لو انا بتكلم عن مرحلة الطلب السعر زاد او قل بغير الاثنين لكن ده مفروض ما يتغيرش فتبقى النتيجة انه بينتقل منحنى الطلب بالكامل بينتقل بالكامل لجهة اليمين عشان يقول ان عند نفس السعر س واحد الطلب زاد من كاف واحد لكاف السعر ثابت بس الطلب لما زاد ما زادش بسبب السعر نقص او ما نقصش هو زاد عشان دخل المستهلك زاد لما واحد يكون بياكل رز وينتقل للمكرونه فالمكرونه هنا الطلب عليها هيزيد عشان ذوق المستهلك اتغير لازم يشتري كميه كبيره من حاجه ثانيه ما كانش بيشتريها بالكسر دي فالطلب بقى اكبر بس عند نفس سعر السعر فكر بقى في اللي هساله لك ده قبل ما تقول لما سعر السلعه البديله يزيد الطلب يتجه لليمين ولا للشمال؟
لما سعر السلعة البديلة يزيد الطلب يتجه لجهة اليمين ولا لجهة اليسار؟ اليمين طبعا. مش احنا بنقول لما سعر البن يزيد الطلب على الشاي يزيد؟ لما الطلب على الشاي يزيد يعني المنحنى يروح ناحية اليمين مش الشمال. طب لما سعر سلعة مكملة يقل الطلب على السلعة دي يحصل له ايه؟ لما اسعار السيارات تقل الطلب على البنزين يحصل له ايه؟ لما اسعار السيارات تقل الطلب هيزيد على السيارات. يبقى الطلب هيزيد على البنزين مش هيقل. انا كل ده بتكلم على الزيادة. لما السيارات اسعارها تقل والناس تشتري اكتر سيارات هيحتاجوا بنزين اكتر فيشتروا كميه اكبر من البنزين. تفهم؟ السلعه المكمله ما تاثرش. يعني زي ما قلت لما سعر الرز يزيد الطلب على البنزين ملوش علاقه. لكن لما تبقى السلعه بديله او تبقى سلعه مكمله امتى تزيد وامتى تقل؟ انا كل اللي كتبت عنه كان الزياده. فلما قلت سعر السلعه البديله يزيد السعر الاصليه الطلب عليها يزيد عشان يحل محل السلعه البديله. لكن لما السلعه المكمله سعرها يقل الطلب على السلعه المكمله يزيد عشان السلعه نفسها الاولانيه تقل. يعني زي ما السيارات سعرها يقل فالناس تشتري سيارات اكتر هيحتاجوا بنزين اكتر. لما سعر الشاي يقل الناس تقعد تشرب شاي اكتر هتحتاج سكر اكتر. ده كله ينقل المنحنى لجهه اليمين. هات العكس. لو دخل المستهلك قل منحنى الطلب هيروح فين؟ جهه اليسار. هيشتري كميه اكتر. هنقول النقطه دي مثلا ب والنقطه دي ج. طلب المستهلك هيقل. طب لما ذوق المستهلك اتغير في غير صالح السلع، يعني كان بياكل رز وبطل ياكل رز، طلب على الرز يحصل له ايه؟ هيقل فينتقل المنحنى لجهه اليسار. السلعه البديله لما سعرها هيقل السلعه الاصليه الطلب عليها يحصل له ايه؟ يقل. لما السلعه البديله يقل انا هسيب السلعه بتاعتي واروح للبديل. يبقى الطلب ينتقل لجهه اليسار. لما السلعة المكملة ثمنها يزيد الطلب على السلعة المكملة يحصل لها ايه؟ هيقل. لما السيارات ثمنها يزيد الطلب على السيارات يقل والطلب على البنزين يقل. فأنا لازم أبقى عارف هو إمتى بيزيد أو إمتى يتجه جهة اليمين تكون حاجة واحدة. لما أقول لك إن ده داخل المستهلك زاد الطلب على السلعة. ممكن أقول إذا زاد طلب المستهلك انتقل منحنى الطلب لجهة اليمين، صح ولا غلط؟ صح. السؤال اتقال بصيغتين. ممكن نقول إنه زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة، أو إن زيادة الدخل تؤدي لانتقال منحنى الطلب إلى جهة اليمين. الاثنين هم الاثنين صح بس صيغتين ممكن يجي بهم سؤال. نفس الشيء في الانخفاض. ولا عندما ينخفض دخل المستهلك ينخفض طلبه على السلع والخدمات او على السلع. او عندما ينخفض دخل المستهلك ينتقل من حالة طلب لجهه اليسار. اثنين صيغتين لنفس السؤال. ننتقل الى مرونه الطلب. المرونة يعني ايه؟ ما معنى المرونة؟ لما سعر السلعة يزيد الكمية المطلوبة تقل. ده مش مرونة، ده قانون الطلب، القانون بيقول كده. سعر السلعة يزيد الكمية. أمال إيه المرونة؟ لما سعر السلعة يزيد بنسبة كبيرة الكمية المطلوبة تنخفض بنسبة كبيرة. لو انخفضت بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة أو بنسبة متوسطة هي دي المرونة.
هي دي المرونة. مش كل السلع لما زود خمس سلع بعشرة في المية في السلع مش كلهم هيقل الطلب عليهم بعشرة في المية. في سلع هيقل الطلب عليها 3% وسلع 5% وسلع 12%. احنا عايزين نشوف مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السلع مش اتجاه. لما السعر يتجه لأعلى الكمية بتقل، السعر يتجه لأسفل الكمية بتزيد. ده قانون الطلب مش المرونة. لكن المرونة هي مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر. بس عندي ثلاث أنواع من المرونات. المرونة الأولى اسمها مرونة الطلب السعرية، هي مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغيرات في السعر. مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر. أنا عندي هنا خمس احتمالات لاستجابة الكمية للتغير في السعر. خمس احتمالات يعني. أنا عشان أشوف مدى استجابة الكمية للتغير في السعر بنعمل إيه؟ بنقسم التغير النسبي في الكمية على التغير النسبي في السعر. المرونة تساوي التغير النسبي في الكمية مع السلامة. سيبولي بابا كلموني على التغير النسبي في. يعني ايه التغير النسبي؟ لما اقول لك ان لما سعر كيلو اللحوم يزيد ب 10 جنيه الكمية المطلوبة تقل ب 1000 كيلو. حد فاهم حاجة؟ معلش يا ريت حضرتك قلتها لما اقول ان سعر كيلو اللحوم زاد ب 10 جنيه الكمية المطلوبة قلت ب 1000 كيلو. ملهاش أي معنى. يعني ايه ملهاش أي معنى؟ يعني معرفش الانخفاض ده كتير ولا قليل؟ بحاول لما أقول رفعت السعر ب 10 جنيه. ال 10 جنيه دول تمثل قد إيه من السعر نفسه؟ لو كان السعر أصلاً 100 جنيه يبقى فيه زيادة 10%. طب لما أجي أقول إن إحنا بنبيع 200,000 كيلو وقال له كيلو واحد لان واحد ولا اثنين تبقى النسبه واحد. ده اللي احنا بنقارن. احنا ما بنقارنش السعر زاد كم جنيه والكميه قلت كم كيلو. ده على حسب الاصل، على حسب ال 10 جنيه بتمثل كم من السعر وال 1000 كيلو بتمثل قد ايه من الكميه. فممكن ان رفعت السعر 10% الكمية قلت واحد على 200. فدي اسمها نسبة التغير. طيب لما اقسم الرقمين دول على بعض، نسبة التغير في الكمية على نسبة التغير في السعر، في كم احتمال بخارج النسبة؟ يعني في نسبة موجودة هنا ونسبة موجودة تحت. في كم احتمال لهذا التغير؟ عندي خمس احتمالات. الأول لو قسمت الاثنين على بعض اداك رقم اكبر من واحد صحيح. لو قسمتهم على بعض طلع اثنين او ثلاثه او خمسه او عشره يبقى التغير النسبي في الكميه اكبر ولا التغير النسبي في السعر اكبر؟ لما تقسم النسبتين على بعض تطلع لك خارج القسمه خمسه او عشره او 100. يبقى الأكبر التغير النسبي في الكمية ولا التغير النسبي في السعر؟ الرقم اللي فوق قد اللي تحت 100 مرة، يبقى ازاي اللي تحت هو الأكبر؟ أنا لما أقسم رقم على رقم وطلع لي أكتر من واحد صحيح معناه بسط أكبر في النقاط. معايا؟